الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحد من العالمين. يعني سأبين لكم بالطريقة التي تريدون أن تتيقنوا بأن عيسى رسول الله وأنه مرسل من قبل الله. سأريكم ما تطلبون لتقوية إيمانكم. وأنزل المائدة، قالوا إنها كانت سمكا خبزا لحما كذا، هل تكون شوربة؟ ما هذا المهم؟ المهم الله أعطاهم سؤلهم. ومع ذلك اليهود، لأن سيدنا عيسى أرسل لمين؟ قومه كانوا من اليهود، وهو في الأصل شو كان؟ يهودي إسرائيلي، بني إسرائيل. فمنهم من آمن ومنهم من كفر، كما هو حال العرب، منهم من آمن ومنهم من كفر. لكن خاتم النبيين الله عز وجل أعطاه ما بس أعطاه من الدين العبادة ليكون راهبا سماويا روحانيا، أعطاه لإصلاح الإنسان في عالم الأرض وفي عالم السماء، في عالم الزوال والفناء الدنيا، في عالم البقاء والخلود في الدار الآخرة. فأعطاه القوة ولم ينهزم ولم يتمكن منه أعداء الله كما فعلوا بأنبياء الله، يقتلون الأنبياء بغير حق، وقد أرادوا أن يصلبوا المسيح. المسيحيين تقبلوا بأنه صلب، الإسلام قدس المسيح ورفع شأنه عن أن يذل بأيدي أعداء الله، فقال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. فالكنيسة قدست المسيح أكثر أو الإسلام قدسه أكثر؟ المسيح هي الإيمان برسالة المسيح. فهل يوجد مسلم على وجه الأرض يرفض الإيمان بالمسيح ورسالة المسيح؟ فإذا كل مسلم مؤمن برسالة المسيح، فإذا على الأساس هو مسيحي، وكل مسلم مؤمن برسالة موسى وبرسالة كل الأنبياء من ذكروا في القرآن لعدد 25 المذكورين ومن لم يذكروا، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فإذا الإسلام دين الإيمان بكل أنبياء الله وشرائع الله، ما عرف منها وما لم يعرف.